رفع رأس الإسلام والمسلمين بتلاوته للقرآن العظيم مولانا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت لن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به
Thank you.
هدينا ملائكة
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا Thank you.
One, two, three.
وكانت من القرآن.